هالباسل حي القيق هالباسل. رسالة تحذير ومطالبة بإنقاذ حياة الأسير الصحفي محمد القيق سلمها زملاء له ونشطاء ومسؤولون فلسطينيون لهيئة الصليب الأحمر الدولي بعد وقفة تضامن واحتجاج أمام مقره في رام الله. الصحفي القيق يخوض إضرابا عن الطعام منذ قرابة الشهرين احتجاجا على اعتقاله إداريا في سجون إسرائيل دون محاكمة أو توجيه تهمة. دخل في حالة صحية الآن حرجة وخطيرة جدا بعد أن سقط في غيبوبة عدة مرات، ويخشى حسب الأطباء الإسرائيليين أن يصاب بنزيف في الدماغ. نحن ناشدنا كل الجهات الدولية والحقوقية، المفترض أن تتدخل جهات سياسية أيضا. نحن بحاجة لأن يتحرك معنا المستوى السياسي، الفصائل، الأحزاب، كافة الشرائح السياسية يجب أن تتحرك في ملف الأسير المضرب محمد القيق. حملات تضامن على كافة المنصات أطلقت لمناصرة قضية القيق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال توحيد البث الإذاعي لعدة ساعات من إذاعات محلية فلسطينية تعتبر نفسها اليوم في عين الاستهداف الإسرائيلي، طالما أصبح الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير. قصة الأسير القيق طبعا لها خصوصية كونه صحفي، ولكن كمان جزء من قضايا الأسرى اللي بنعيشها واللي عايشناها واللي الإعلام كان واقف معها قبل القيق وراح يكون واقف معها في قضيته ولاحقا في أي قضايا مشابهة. وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 500 فلسطيني إداريا دون تهمة أو محاكمة، الأمر الذي يعتبره الفلسطينيون انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان. الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة أو محاكمة هي سياسة إسرائيلية تنتهجها منذ عقود لتحييد رموز العمل الوطني الفلسطيني بحجب أفكارهم وكم أفواههم، هو قيد يتستر خلف حق القوة على قوة الحق. فيراس لطفي، سكاي نيوز عربية، من أمام سجن عفر الإسرائيلي غرب رام الله.